الحديث أكثر عن ملف غزة والجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الأبرياء إلى جانب الدعم الشعبي في أغلب بلدان العالم للحقوق. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان، أهلا بك معنا في نشرة الخلاصة. دكتور حيدر، بداية، رغم العدوان والقصف المكثف على غزة، لكن المقاومة ترد بكل قوتها وتحقق هزيمة ولو نسبية لكنها تليق بالفصائل المسلحة. كيف تقرأ هذا المدد؟ من المسؤول عن تسليح واستعداد فرق المقاومة؟ ما الذي يؤشره هذا المشهد بشكل عام؟ تفضل. نعم، بالتأكيد أسلم على جنابك وعلى جميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد حضرتك، عفوا الصوت شوي ضعيف، أنا سمعت نص السؤال، لا بأس. عموما الحقيقة يعني نحن نشهد حاليا في أوروبا ونحن ساكنين فيها هناك تغير بالرأي العام الأوروبي بالضد من اتخاذ حكوماتها يعني موقف معادي لقضية غزة لعدة أسباب. أولا التظاهرات إذا لاحظت كانت الحكومات وتحديدا في يعني المملكة المتحدة تحذر تماما من خروج أي مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، بل إنها اعتقلت في أول مظاهرة الكثيرين، بينما اليوم لدينا طوفان في لندن أول ما تحدثت عنه وسائل الإعلام كانت 300 ألف، واللي هو الحقيقة حاليا سكاي نيوز تتحدث أكثر من 600 ألف أمام مجلس العموم البريطاني. ونحن في غلاسكو اليوم إذا تلاحظين حضرتك يعني كانت لدينا تظاهر الحقيقة كبيرة، وتقريبا 95% من الحضور هم من السكان المحليين، وموجودين كذلك كثير من اللي نسميهم احنا الـ MP أو نواب في البرلمان الاسكتلندي، وهذا تغير كبير في الرأي. عموما ما يحدث في غزة حاليا وهو هذا المهم الحقيقة يعني الهجوم الأول الذي حدث يعني البارحة يعني وضع القيادة الإسرائيلية أمام مفترق طرق، لأنه يعني بالنهاية هو فشل في تحقيق أي هدف يعني مرجو منه. النقطة الأولى حضرتك إذا تلاحظين أنه تم صد هذا العدوان وتم رده، ومن ثم اليوم استطاعت الفصائل الفلسطينية عفوا يعني توجيه ضربات مكثفة بصاروخية لعسقلان، وهي عبارة عن مدينة يعني محافظة هي تعتبر، وأخرى إلى تل أبيب. تل أبيب طبعا تبعد عن آخر حدود لقطاع غزة 48 ميل بما يعادل 64 كيلومتر، وبالتالي يبدو أن لا زالت لديها برغم هذه الحرب الطويلة لا زالت لديها القدرة الكاملة والصواريخ لأنه تصل إلى أماكن بعيدة برغم هذه التغطية، وهو ما دفع طبعا الحقيقة الحديث لنتنياهو قبل قليل تحدث أننا مستعدين أن يكون هناك تبادل أسرى بأسرى ولكن لا جدوى منه. هذا يعطينا انطباع أولا استخدامه لمصطلح أسرى بعد ما كان يستخدم مصطلح مرتهنين أو مختطفين، وهذا تغير. النقطة الأولى لأول مرة رئيس الحكومة يقر أنه إمكانية التبادل وهو يرفض هذا المبدأ لحد هذه اللحظة، وربما سيكون وهو سيضعنا أمام سيناريوهين. السيناريو الأول أما سيكون هناك اجتياح أقصى مما حدث بكثير يعني حرق كل شيء، ولكن هم يعلمون أن هناك مدن أخرى تحت الأرض ستكون لهم مكامن، وهذا يعطينا انطباع أن الاحتمال الثاني كذلك ممكن على قدر احتمالية الأول، وهو أن يذهبون إلى عملية تفاوض لعملية تبادل أسرى شاملة كما حدث مع الجندي شاليط. لكن نحن نصطدم بعقبة هنا تختلف عن العقبة السابقة، أن اندفاع الولايات المتحدة في هذا الحرب يفوق كثيرا الاندفاع الإسرائيلي، وهو ما يحرج الإسرائيلي حتى لو كانت لديه الرغبة في عملية التوقف وعملية التبادل. لا أعتقد أن حاليا الولايات المتحدة تقبل هذا الشيء على أساس أنها اعتبرتها قضية قضية تحدي لقواتها وهي من جلبت هذه القوات. طيب دكتور حيدر، يعني الكيان ينقض بأفعاله كل قانون أو اتفاق دولي أو حتى قرار هدنة باجتياح هذا الغير مبرر. لماذا دول الجمعية الأممية ومجالس الدول البقية لا تصف إسرائيل بالإرهابية؟ لماذا لا توجه إنذار لإيقافها على الأقل؟ يعني ما الذي دفع الصهاينة للاستهتار والردود الشعواء هذه على غزة وعلى جميع المناطق هناك؟ نعم جنابك، الحقيقة يعني هو يعني واضح يعني للعيان الصك على بياض الذي منحته الولايات المتحدة في هذا الموضوع هو ما دفع إسرائيل للتصرف بهذه الطريقة الهمجية. وإذا أجينا احنا عرفنا يعني بالضبط ماذا يحدث في فلسطين، أول نقطة حضرتك المناطق التي خرجت منها حماس، طبعا بالمناسبة هي ليست حماس وحدها، هي ست جهات التحمت معا في تلك النقطة. المناطق التي خرجت منها حماس ورفاقها وذهبت لها
في عملية الاحتراب، وهي من منطقة الشمال أقصى الشمال، ومن منطقة الشمال الغربي، ومن منطقة الجنوب عفوا الشمال الشرقي والجنوب الشرقي وأقصى الجنوب نحو النقب الغربي. الحقيقة هل هي ذهبت إلى مناطق حسب القانون الدولي؟ ولو أسلمنا بسلمية القرار واستسلمنا له القرار 1967 القاضي بحل الدولتين وفي الحدود، هل هذه المناطق هي تعتبر من ضمن خارطة إسرائيل أو فلسطين؟ الجواب هي من ضمن خارطة فلسطين، وبالتالي هذه المستوطنات التي هي بنيت في تلك المناطق هل هي تعتبر شرعية؟ الجواب كلا. ونحن نحاول أن يعني الحقيقة كل المتحدثين يحاولون أن يسطحون المشكلة وكأن حماس خرجت من أراضيها لتحتل أراضي أخرى، علما أن في داخل القطاع 75% من ساكني القطاع هم أصلا مهجرين من تلك المناطق التي استولى عليها الصهاينة. هذه نقطة. أما بالنسبة لما ما يحدث حاليا، الحقيقة يعني هي إسرائيل لم تكن لتتصرف بهذه الطريقة الهمجية بأسلوب إرهابي مسح كل شيء على الأرض، إلا ولديها صك على بياض للحقيقة. وحاليا الأرقام التي خرجت هي مرعبة. على سبيل المثال، الأمم المتحدة أمس تحدثت عن مقتل 53 من منتسبين الأمم المتحدة بداخله، وأعتقد إذا تلاحظون حديث أمين عام الأمم المتحدة كان لافت جدا بأن ما يحدث هي جريمة بشرية بكل معنى الكلام، علما أن رئيس الوزراء أعتقد كان موفق باختيار بعض المصطلحات إذا تذكرين في القاهرة عندما قال إنها جريمة مكتملة الجوانب، بدأت بعملية احتلال الأرض وأكملت بعملية مسح المدنيين من الوجود وانتهت بمحاولة تهجيرهم مما تبقى من أراضيهم. إنها جريمة مكتملة الجوانب بالقانون الدولي. ولذلك طيب عذرا الحقيقة استوقفك يعني هنا لو سمحت دكتور حيدر، مع ذلك هناك صمت عربي رهيب يعني يكتفي بالاستنكارات والشجب والمسيرات الحاشدة في الشوارع. لماذا هذه المواقف من الدول العربية؟ وإلى متى سيستمر هذا الموقف؟ يعني فلسطين أنا أفهم جنابك يعني المشاعر اللي جاي تاخذ العراقيين بالذات، وأنا أشاركك هذا الهم. طبعا بالتأكيد نحن كعراقيين نرى قضية فلسطين هي قضية يعني تمت في شعورنا الوجداني بصراحة. أولا حضرتك يعني يجب أن يفهم الأخوة أنه جميع الدول العربية وحتى من ضمنها العراق ولو هو شوية خلينا نقول أكثر حرية بهذا الموضوع، للأسف مكبلين مع الولايات المتحدة بها بما يسمى بالاقتصاد الذي هو مكبل لكل تصرفاتهم. أزد على ذلك أن بعض، هنا أحدد، أن بعض وهي تعتبر دول أقلية تحاول كسر ما يسمى بالإجماع العربي، وقد اتخذت من هذا المسار ليس من هذه الحادثة فقط. لمن يتذكر هذه الدول تحديدا هي كسرت المجموعة العربية منذ مطلع العشرينات بصراحة، وتوجتها بالستينات، وكان موقفها أكثر وضوحا في قرار 48 ومن ثم في حرب ال 48 عفوا، ومن ثم قرار ال 67 التي اتخذت به الحياد. وأزد على ذلك حاليا إذا تلاحظين الموقف الذي للأسف هو يعاكس، أنا هنا أحدد، غالبية الشعوب العربية. ونحن نقسم الدول على 3 أطراف، دول شعوبها وحكوماتها مع القضية الفلسطينية وتعتبرها جزء من قضيتها، وشعوبا وليست حكومات مع القضية الفلسطينية وهو الفئة الثانية، والفئة الثالثة شعوبا وحكومات هي ضد القضية الفلسطينية. وللأسف الدول التي هي من الفئة الثالثة يعني تكاد تشخص أنها أقلية، لكنها يعني تعرفين حضرتك هي حاليا تعتبر دول شبه نعم عظمى يعني لو شئنا أن نعبر عنها. وبالتالي نحن نحاول أن نجذب تلك الدول بأساليب مبتكرة لأن تكون في صفنا والخروج من ذاك الصف. طيب نعم دكتور، من أول الردود بالتصريحات الرسمية من قبل الصهاينة والولايات المتحدة بعد عمليات طوفان الأقصى كانت هي بما معناه سيتم تغيير خارطة الشرق الأوسط والمنطقة. هل سيعجل هذا الاجتياح بتحقيق هذه التهديدات؟ يعني ما الذي ينتظر العالم العربي لا سيما عند تحذير السيسي ورؤساء بعض الدول من اتساع رقعة الحرب؟ نعم حضرتك يعني انت يعني ما سألتي هذا السؤال من فراغ الا وتعلمين ان هذه المعركة هي معركة فاصلة. المعركة الفاصلة هي بين من ومن، هنا يجب أن نحدد. الحقيقة المعسكر الغربي الذي هو أمعن في تقسيم الدول العربية ومحاولة إذلالها، وطبعا بالتأكيد بمعي الدول للأسف هي منطقية يعني مناطقية معنا وشقاء لنا، ومعسكر آخر هو يحاول الصد والرد من هذه الدول، وتحديدا طبعا إذا تلاحظين العراق في قلب هذه المعادلة.
يحاول الصد والرد من عملية التدخلات، ويجب أن نكون أكثر وضوحا بصراحة. حتى عملية إسقاط النظام السابق بال2003 لها امتدادات لهذه اللحظة، ويبدو أنها بالنهاية لم تحقق المرجوة منها أن تكون العراق دولة صديقة لإسرائيل. وبالتالي نحن أمام سيناريو أن هذه الدول التي تحاول بالصد والرد، وهي لا تلاحظين هي أقلية، ستكون في يعني لن تكون في منأى من هذه الحرب. أما أن تكون مع هذا المد الشعبي وتمثله، نعم أنا أعرف أن قدراتها ضعيفة، أو أن تكون بالضد منه، وعندما ينتصر الحلفاء سيكون لهم شأن في عملية الإمعان بزيادة ما يسمى الانقسام الداخلي ومحاولة تركيعها أو الذهاب إلى تقسيمها. يعني ولذلك دائما نقول أنه هي هاي معركة مصيرية، نعم. هي ليست هي معركة حماس وحده، وإنما هي معركة شعوبنا بين الخير والشر. بالتأكيد طبعا الشر ينتصر في كثير من الأحيان، لكن بالنهاية الخير يعني يجب أن يناضل. هكذا خلقنا، وهكذا هي ثقافتنا، وهكذا هي جذورنا، لا نستطيع أن نقلع جذورنا مما هي نعم. فيه. نعم. طيب إذن المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان، الشكر الجزيل لكل ما تفضلت به.